Meta danışmanlıktan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle göndermiş olduğunuz soruları çözeceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Ve hadi başlayalım bakalım. Ena. Hala hon hada sual şu abukli A, B, C, Z, C, B, A yusavili 1170. Ebitlub minni şu A, Z, B, Z, C. في هذه الحالات شو كنا نسوي؟ أم نفتح هذه أم نقول هذه في المقام في المئات عشرات أحدات مئات عشرات أحدات وكذا. أي شو معناتها؟ معناتها 100 A زائد 10 B زائد J زائد 100 J زائد 10 B زائد A يساوي لي شو؟ 1170. هلا شوفوا هون مباشرة في عندي 100 A هون وفي عندي A هون، صارت شو؟ 101 A زائد في عندي 100 J هون و J هون، صارت 101 J زائد 10 B هون و 10 B هون، صارت شو؟ 20 B يساوي لي 1170. في هذه الحالة إذا أخذت عامل مشترك ال 101 من هون 101 صار A زائد J زائد 20 B يساوي لي 1170. هلا هون مباشرة أنا شو بحسن بساوي؟ بحسن بقول من هون لهذا ال A زائد J وهذا ال B إذا أعطيتها قيمة، ال A زائد J إذا أعطيتها أنا 10 مباشرة، يعني بدي أحاول أسوي أكثر شيء قدر بحسن بوصل لل 1170 هون. 10 في 101 شو بيساوي؟ 1010 بيساوي. طيب لقيت ال 1010، شو بيبقى لي من ال 1010؟ إذا كتبت 1010 طرحتها من هون شو بضل لي؟ بضل لي 160 بيبقى لي. البي لك شو بحسن بنطيها من هون؟ بحسن بنطيها 8، 8 في 20 بيساوي 160. تمام، أنا الأ زائد جي لقيتها أصلا شو؟ A زائد J لقيتها 10 وال B لقيتها هي 8، أريد جمعهم كم صار؟ 18. في هذا السؤال مباشرة يكون الجواب أصلا 18. هذا السؤال لنشوف شو هو. بيقول هون X في داخل القوس موجود 5 ناقص 3 على X داخل القوس يساوي لي وكذا وكذا. مباشرة أنا شو بحسن بساوي من هون؟ بحسن على الحالتين، بدخل هذه الإكس لجوا، بدخل الأربعة هذه لجوا، لخلصهم من هذا القوس، لخلصهم من هاي كل الأشياء، وبعدين شو ساوي؟ أحسن طيلع النتيجة. شوفوا هون إكس في خمسة بصير 5X ناقص إكس في 3 على إكس. الإكس ويا الإكس أصلاً راحت، ضل لي 5X ناقص 3. من هون 4 في 3 صارت 12 ناقص 4X. حولت ال 4X لهون وسالب 3 حولتها لهون، 4X صارت هون شو؟ 9X تساوي لي هون صار 15، قسمتها لل 9 قسمتها لل 9، ال 9 راحت، شو صار؟ الإكس تساوي لي 15 على 9. طبعا هون فيني اقسم على 3 بضل لي شو؟ بضل لي 5، بقسم على 3 بضل لي 3، الاكس بتطلع من هون شو هي؟ 5 على 3. يعني اهم شيء هون مباشرة اول شيء تخلصوا من القوس وبعدين تمشوا بالاجراءات يا جماعة. شوفوا مباشرة هون شو بحسن بساوي؟ 3 على 7 ناقص 4 في وكذا كذا كذا كذا. تريدوا أول شيء وحدوا المقام أو تريدوا مباشرة ضربوا الأربعة لجوا كيفكم. أول شيء مباشرة لنخلص من القوس، هون كمان لنخلص من القوس. طيب شو بحسن بساوي؟ هاي 7 وهاي 3، شو صار عندي هون؟ 7X ناقص 3 على 7 في 3 21. هون طبعا في ناقص 4 ضرب هون داخل القوس يساوي لي. طبعا بعدين هاي راح اسويها انا مباشرة. هون شو بساوي؟ 6 في 3 18 بتصير 5X هون هيك، 2 في 5X زائد 18
على 6 راح يكون. إيه. هلا هون حاليا إذا ضربت الأربعة لجوا شو بيصير؟ هون صار 3 على 7، أو بتريدوا لأن هون المقام لأن 21 نوحد المقام كمان لحتى نسوي هذا كمان 21. 3 في 3 شو بيصير؟ بيصير 9 على 21 ناقص، ضربت السالب 4 هون صار ناقص 4 في 7 28 إكس زائد 12 سالب 4 زائد 3 سالب في سالب بيصير موجب. لهذه الأشياء لازم تدققوها. شوفوا ضرب الإشارات، ضرب هذه الأقسام، هذول كلياتهم بس شغلة واحدة منهم سويناها غلط بيطلع غلط. في هذا السبب لهذه الأشياء راح تنتبهوا، لا تنسوا هذا الشيء. يساوي لي 2 في 5 أو مباشرة ال 2 قسمت على 2 ضل لي 1، قسمت على 2 ضل لي شو؟ 3. هون شو صار عندي؟ صار 5 إكس زائد 18 على 3. هون على النهاية شوفوا 21 21، لكن هذه كمان أنا لسويها 21، ولحتى شو ساي بعدين مباشرة طبق المعاملة. 3 في 7 أصلا 21، 7 في 5 شو صارت؟ صارت هيك 35 إكس زائد 7 في 18 كم يساوي؟ 7 في 10 70، إدي كره 10 70، إدي كره 8 56، بو da 126 yapar. 126. المقامات لان مستعدات أصلا بس شغلي هون بدي يكون فقط. شو راح يصير هون؟ 28 x طبعا ناقص 28 كي. هون في عندي 9، هون في عندي 12 مباشرة. 9 زائد 12 كم يساوي؟ 21. هون صار عندي 21 ناقص 28 x. 126 حولتها لهون، والسالب 28 إكس حولتها لهون، صارت هذه السالب 126 زائد 21 هون ضل لي سالب 100. وكم يا جماعة نقصناها من 5؟ سالب 105 تساوي لي 28 إكس حولتها لهون، صارت أصلا السالب صارت موجب. 35 زائد 28 إكس شو يساوي؟ بدي يكون هون 5 زائد 8 يساوي لي 3 مباشرة، 5 1 تصير 6 63 إكس. قسمت هذه ل 63، قسمت هذه ل 63، الإكس طلعت السالب 105 على 63. طبعا هون في هذه الحالة شو بحسن أقول؟ بحسن بقسم من على 3 إذا بريد مباشرة. إذا قلت أنا من هون ال 63 إذا قسمتها ل 3، أو شو بنحسن نساوي؟ نقسمها ل 63، نقسمها على 9 كمان بيصير. إذا قسمنا ل 9 بس ال 105 بتنقسم على 9، بس إذا قسمنا 105 على 3 بيطلع لي 35، يعني سالب 35. وال 63 إذا قسمناها على 3 بيطلع لي من هون 21، يعني سالب 35 على 21. ال 21 قسمتها لل 7 ضل لي 3، قسمتها لل 7 ضل لي 5، يعني في النهاية سالب 5 على 3 راح يكون الجواب. لو كان هيك شوي طويل الشغل بس بالقسمة بالطرح وبالاختصار يعني راح يكون. هذا السبب لهذه الأشياء لازم ندقق. طيب هذا السؤال شو بيقول هون؟ مباشرة نشوف هذا السؤال. x على 3 زائد 2 x على 5 ناقص 3 x على زائد تات 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 تات. يعني شوي شوي متشابهات بس ما كتير، يعني هون في 2 هون في 3 هون في 5 ممتاز، كلاتهم زائد 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 زائد. طيب يعني في النهاية إذا سويت هيك شيء خلصت من القوس بالبداية، يعني شلون بخلص من القوس؟ أصلا لأن هون موجب ناقص هون موجب، أصلا الحالتين هدول شو راح يطلعوا؟ راح يطلعوا نفسهم. يعني راح يصير x على 3 زائد 2x على 5 ناقص 3x على 2 زائد
x على 2 زائد 2 x على 3 ناقص 7 x على 5 يساوي لي شو؟ 4. شوف هون هيك x على 3 وهون في عندي شو؟ 2 x على 3. إذا جمعتهم هدول الاثنين شو بيصير؟ هدول الاثنين جمعتهم أنا صاروا 3 x على 3. طيب لنغير، بعدين عندي 2 x على 5 وعندي ناقص 7 x على 5. 2 x ناقص 7 x بده يصير سالب 5 x، لكن بده يصير ناقص 5 x على 5. بعدين هون شو بنساوي؟ في عندي سالب 3 x على 2 وفي عندي x على 2. إذا جمعتهم سالب 3 x زائد x راح يصير عندي سالب 2 x على 2. ومباشرة شو بده يطلع؟ أصلا 3 و 3 شو بده يصير؟ بده تروح، بده يضل اللي هون شو؟ x. 5 ويا 5 بده يضل اللي ناقص x. ال 2 ويا ال 2 بده يضل اللي هون سالب x يساوي شو؟ 4. x ويا ال x هذه راح تضل لي ناقص x يساوي لي 4، لك ال x تساوي لي شو؟ ناقص 4، ويكون الجواب g. إيبت سورو 16 مش طبعا بو أي صفحة؟ هذه صفحة 73 هذه الأسئلة. سؤال 16 إيبت 16 سورو ne demiş burada؟ x bölü 2 ناقص كذا 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 يساوي سالب 2. طيب أول شيء لأخلص من هذا القوس أنا مرحلة مرحلة لازم شيء. 3 في 1 3 ناقص 2 يساوي 1 على 3، يعني هذه صارت شو؟ 1 على 3. طيب هون في حالة الضرب لك أول شيء لازم أضرب 2 في 3 صارت 6 x 1 x على 6، يعني صار هون شو؟ داخل القوس هذا المربع x على 3 زائد x على 6 ناقص x على 6. طبعا هدول راحوا ضل لي x على 3. هون في عندي شو؟ x على 2 ناقص x على 3 صارت تساوي لي سالب 1 على 2. اذا وحدت المقامات انا مباشره كلياتهم، اذا وحدتهم بصير افضل بال 3 بال 2 بال 3. 3 في x 3 x، 2 في x 2 x، 3 في سالب 1 سالب 3. 3 x ناقص 2 x x يساوي شو؟ سالب 3. والجواب ات بنشوف هون شو موجود. هون الأسئلة الموجودة شو موجودة؟ بخلي A ب زائد ب ج ناقص ب 34 إذا كذا كذا. ال A لا تساوي ال B ولا تساوي ال J، هو الأرقام كلها ثم متساويات مع بعض. طيب نحن نفتح مثل العادة لنقول 10 A زائد ب زائد 10 ب زائد ج ناقص ب يساوي لي 34. عندي 10 A هون وعندي غير شيء ما موجود عندي أصلا، عندي ب هون وعندي ناقص ب هون راحوا أصلا، شو ضل اللي هون؟ 10 ب. إذا أخذت عامل مشترك العشرة بصير A زائد ب زائد ج يساوي لشو؟ 34. طيب في هذه الحالة A زائد ب وعندي ج، في أي حالة بحسن بساويها أقرب شيء لهذه؟ إذا كتبت هون 3، 3 في 10 شو بيصير؟ 3. شو بيضل ال 34؟ 4. لك ال A زائد ب 3 وال J 7. A زائد ب 3 وال J 4 جمعهم شو صاروا؟ 7، ويكون الجواب هيك. هذه الطريقة قبل شيء أصلا شفناها في هذاك السؤال الكبير. شوفوا نفس الحالة مباشرة شو بساوي؟ أقول 100 A زائد 10 ب زائد ج زائد 10 A زائد ب يساوي لي 381. طيب عندي هون 100 A وعندي هون 10 A، شو بده يصير عندي هون؟ ب
بدي يصير يا جماعة 110 A زائد هون 10 B هون B بدي يصير 11 B زائد J. شوفوا هلا في هذه الحالات شو بنحسن بنساوي؟ هلا الـ A شو لازم ننطيها والـ B شو لازم ننطيها والـ J شو لازم ننطيها؟ أقرب شيء لازم نحوله لل 300 و يعني شوي قريبة لل 300 لازم نحوله. طيب إذا قلت أنا للـ A 3 شو بصير؟ 330 بيساوي لي. طيب إذا قلت هون 330 يعني هون إذا شلت منه 330 بدي أضل لي شو؟ 51. طيب من هون هذا الواحد وثمانين شو بده يصير؟ بقالي 81 صح؟ بحسن شو بساوي؟ إذا ضربتها في الأربعة، أربعة في 11 بصير 44. 44 من 11 إذا نقصت أربعة كم بيبقى لي يا جماعة؟ بيضل لي سبعة. لك الجي هي شو؟ سبعة. وخلصت الشغلة. جمعهم كم؟ الـ A 3 الـ B 4 والـ J 7 جمعتهم هذول كلياتهم شو صاروا؟ 14. والجواب وكذلك هذا السؤال نفس الطريقة شو عم نساوي؟ عم نفتح هذه عم نقول هون نحن 100 A زائد 10 B زائد J ناقص 9 B يعني لا تشوفوا هاي الضرب ويا الحالتين نفس الشيء وناقص J يساوي لي 203 مباشرة هون شو بحسن نساوي؟ هون A ما في شيء متشابه كتبت 100 A واحدة 10 B هون وناقص 9 B هون ضل لي هون B J ويا J راحت أصلا تساوي لي 203 اول شيء اذا لقيت هدول بعدين بحسن بعوض هون اصلا اذا لقيت الماكسيموم هو بيريد مني اصلا شو ماكسيموم كم تحسن تنطي لهدول طيب اذا اعطيتها 2 انا بصير 200 طيب ماكسيموم بيريد حي الله واحدة منهم لازم نكبرها اذا حطيت واحد صعب يساوي هذا فهذا سواء الحالتين لازم نعطيها 2 2 يعني الـ A هي بتصير أصلا 2 الـ B بدي ضل 3 لحتى تصير 203 هاي 3 والـ J بتصير هون 0 لأن راحت أصلا الحالتين جمعهم شو راح يصير؟ راح يصير 5 وتخلص الموضوع ايبت Burada evet burada köklü ifadeler var. Onu da diğer videoda şey yapacağız. Buraya kadar yeterli. Fazla uzatmayalım. Diğer videoda da devam ederiz inşallah. Hadi bakalım görüşürüz.